تفنت ابني من ثلاث ايام والله لا اقعد بالدار وارجع فاتح والله لا ارجع فاتح والله لا ارجع فاتح وشالوا لي بيتي شالوا لي بضاعه ب 7 ملايين والله لا ارجع فاتح واعلي رايه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق رؤوسنا ان شاء الله تعالى والله لا ارجع فاتح ثلاثه مقاتلين ضلوا اثنين احنا صرنا ثلاثه مقاتلين كنا اربعه صرنا ثلاثه ان شاء الله ارجع فاتح يلا ساعد عبدو ساعد من عندك شو عايز راسه بدي ارجع فاتح ان شاء الله انا رايح على صلاه الجمعه ضربوني عنقودي الحمد لله بس كمان مجاهد يعني مو وصلي عن ضربوني مستاهل معي لانه رايح اصلي الجمعه بس ان شاء الله بنرجع على حلب ان شاء الله نحن طلعنا من حلب المحاصرة يعني لو لا بسبب تخاذل القاضي ولا بسبب فقدان ذخيرة ولا بسبب أي شيء نحن طلعنا بسبب القصف العنيف اللي يعني اللي حرب 1973 ما شهدته حلب يعني والسبب الرئيسي هو الأطفال والنساء اللي ما عاد يحتمل وضعهم يعني والقصف يعني ما عاد يحتمل أبدا في المدينة اللي نحن عايشينها يعني حلب أصبحت مدينة منكوبة ونحن فيها صواريخ بالستية يعني تفرط المباني بشكل يعني كامل يعني شيء ما يحتمل لهذا السبب قمنا بالخروج من حلب وليس السبب ضعفنا قوتنا قائدنا للأبد سيدنا محمد قائدنا للأبد سيدنا محمد راجعين بإذن الله لا يهمنا الجوع ولا يهمنا العطش يهمنا الكرامة والدين ديننا الحنيف هو الذي يتمنى العطش يا احنا ما طعنا كيف الله